السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تطبيق جميل جدا، هو للأسف هو بيشتغل على أبل ماكنتوش أو بيشتغل على أيفون، ما لقيت منه في الأندرويد، لكن هو بيخليك تقدر تجرب الأساس بتاعك في المساحة بتاعتك قبل ما تشتري الحاجة دي حتى موجودة في أيكيا، عاملة تطبيق لنفس الفكرة دي، إن أنت بتبدأ تشوف المكان وتبدأ تشوف لو حطيت الحاجات بتاعتك هتبقى عاملة إزاي. ده التطبيق أهوت، نفتحه مع بعض. هو الميزة إن هم حاطين اي بي اي بحيث لو انت عندك تقدر تبرمج، ممكن تربط التطبيق بتاعك بالتطبيق بتاعهم. فلو عندك مكان زي دوت تبدأ تشوف لما احط الأساس هيبقى عامل ازاي، مكان فاضي زي دوت تبدأ تشوف لما تشتري الأساس هيبقى عامل ازاي، هل هيقضي مش هيقضي، هل الشكل هيبقى مناسب ولا مش مناسب، وهكذا. هو بيشتغل على الايفون وعلى الايباد، تقدر ان انت تستخدم الكاميرا او ترفع صورة من عندك ويبدأ ان هو يعمل المقارنة ويبدأ ان هو يجيب لك الاساس هيبقى عامل ازاي وافضل اساس هيبقى عامل ازاي، فيحول لك الصورة بالذكاء الصناعي للديزاين الموجود ويبدأ يحط لك اكتر من نوع اساس بحيث تختار الافضل بالنسبة لك.